الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. نحييكم أجمل تحية مسائية مع هذا المساء الجميل والسعيد، وهذه انطلاقة موفقة بإذن الباري مباشرة مع تعداد الأسماء الأولى المنطلقة والمحلقة في هذا الشوط، وهو شوط الجعادين المهجنات الأول على البركة والخير والتوفيق العابر في مقدمة هذه الأسماء الكبيرة العابر لسمو الشيخ انهيام بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في عملية التضمير. انتقل بدوري إلى المركز الثاني. المركز الثاني يا سلام، هذا بروكسل، بروكسل القائد والمسيطر مع هذه المقارعة الكبيرة مع المراكز الأولى، وهذا البروكسل الواضح لسمو الشيخ زايد بن سلطان بن حمدان آل نهيان يمع بن عتيجة الرميثي في عملية التضمير. انتقل الى المركز الثالث والى هذا الاسم الكبير شاهين لهجن الرياسة بعملية ومتابعة من السيد راشد بن محمد بالسم المنصوري، والمركز المتدخل الرابع. يا سلام يا سلام يا سلام، هذا دخول كبير، هذا دخول رائع، وهو الناوي لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم طارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير. نقلة رائعة الى هذا الرائع ايضا متعب لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، هنا المضمر العزيز سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي، من انتصر ومن سجل الكثير والكثير من النقاط. بدوري انتقل الى الاسماء القادمة. الوصول، الوصول مشاهدينا متابعينا الاعزاء من هذا الاسم في المركز السادس. يا سلام، انه عنيد لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم راشد خميس الغويص في عملية تضميره ومتابعته. المركز السابع، المركز السابع 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 الحاضر، يا سلام، هذا بركان، بركان لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في عملية التضمير والمتابعة. هذه المجموعة الأولى، هذه المجموعة المتقدمة، السبعة الأسماء الكبيرة العملاقة. وفي المركز الثامن، المركز الثامن الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل هيان محفوظ بن خميس الينيبي في عملية تضميره. بدوري انتقل الى زعيم اخر في المركز الان التاسع لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل هيان محفوظ الينيبي في عملية التضمير. عاشرا ودخول ايضا من قبل هملول لهجن الرئاسة وعلي بن يميل الوهيبي في عملية التضمير والمتابعة. هكذا مشاهدينا اينما كنتم، اينما تتابعون اياس الفضائية الناقلة لهذه الاحداث المستمرة وهذه المقارعة لاصحاب السمو الشيوخ والامراء وهذه الانطلاقات الرائعة والمميزة مباشرة الى قمة الهرم، مباشرة الى مقدمة الشوط والى صدارة هذه الاسماء الكبيرة. وهذا بروكسل في مقدمة هذه الاسماء. يلا يا ابو خليفة، يلا التاريخ يتحدث. ها هنا في المركز الاول بروكسل سمو الشيخ زايد بن سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان يمع بن عتيجة الرميثي في عملية التضمير. شاهين 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 وشعار الكثير والكثير من الإنجازات الذهبية، هذا هو يحلق على ظهر شاهين لهجن الرياسة راشد بن محمد بالسم المنصوري. ما شاء الله، مع المركز الآن الثاني، المركز الثالث، المركز الثالث العابر، العابر الحاضر، العابر المنطلق لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في عملية التضمير والمتابعة. وصول كبير، وصول من بركان، بركان الحاضر والمنطلق لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في عملية التضمير والمتابعة. الدور، دور المركز الخامس، يا له من اسم، وهو عنيد، عنيد بهذا العن بهذه المعاندة الكبيرة وبهذه التحديات المثيرة. عنيد لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم راشد بن خميس الغويص في عملية تضميره. وصول رائع ومميز من الناوي، اللي ناوي الخير إن شاء الله.
لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم طارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير. وصولها هنا من الزعماء زعيم ون وزعيم تو حاضرين منطلقين ملاحقين للأسماء. هذه الاثنين التي تقدم شيئا فشيئا لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ الينيبي في عملية التضمير. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء عودة إلى المقدمة. ما هي أخبار المقدمة وما هي أخبار الأسماء الكبيرة وما هي أحداث هل تغيير أم لا زال بروكسل في مقدمة هذه الأسماء وكذلك عنيد وغيره من الأسماء الكبيرة. الله الله هذا هو هذا هو بروكسل لا زال في مقدمة الشوط لا زال على صدارة هذه الأسماء يقود له من الجعادين يقود له من النخبة يقود له من نقوة الجعادين المنطلقة المرشحة للمشاركة في الشوط الأول الرئيسي. يا سلام هذه القوة وإلا فلا هذه هي التحديات. ولكن الملاحقة من شاهين شاهين طبعا بروكس اللي اسمه الشيخ زايد بن سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعه بن عتيج الرميثي في عملية تضميره. وصول من شاهين ووصول من الخطير ووصول من هذا الاسم الكبير هذا هو شاهين هذا هو شاهين. لما لا لما لا يا سلام إلا وهو يحمل شعار هذه المؤسسة العملاقة الكبيرة شعار هجن الرئاسة دائما لا تعرف إلا النواميس لا تعرف إلا الانتصارات. ومن مضمر هي ترى ومن مضمره من مضمر أحد الفطاحلة أحد الخبراء راشد بن محمد بسم المنصوري ما شاء الله. هذه هي لحظات الوصول. تهانينا تهانينا والناموس لهجن الرئاسة وللرئاسة وجماهيرها الغفيرة التي لا تعد ولا تحصى. ثانيا الوصول من عنيد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم في المركز الثالث. أيضا الوصول من بروكسل لسمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وفي المركز الرابع مشاهدينا الأعزاء العابر لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان. وفي المركز الخامس العنيد أو الزعيم الذي وصل بقوة لسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان. تهانينا والناموس على كل حال لكل الفائزين. الرئاسة الرئاسة المنتصرة الرئاسة الفائزة الرئاسة مع شاهين في المركز الأول. هذه لحظات الوصول. التوقيت 7:54 سبعة أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس على فوز شاهين في المركز الأول. هذه لحظات الوصول. وفي المركز الثاني 7:58 جزءا واحدا من الثواني. المركز الثالث 7:58 ثمانية أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس